الأغاني التراثية هي حياتنا وهي أصلنا، هي أصلنا مثل ما من تاجر قاعدين في أرضنا ومن حامي عن أرضنا، من حامي عن أصلنا وعن ثروتنا. بعدنا بنحمم وبنعزم العريس عند ناس الجيران وحدا من القرايب، ومنروح ومنزف ومنغني ومن كل شيء بنعمل. الأغاني التراثية وكل المناسبات اللي عنا اللي فيها أغاني، ومنها اللي هو وداع الحجاج والتحنين بنسميه للحجاج، إحنا حريصين عليه. والحج طاح البحر بعبده، يا ربي روح سالم أخواته، يا ربي روح سالم أخواته. الأغاني التراثية بتشدنا للواقع وبعمل تناغم فكري وتناغم تواصل، عساس يعني حتى حياتنا كلياتها حواجز ونكد وإشي، بدنا نروح لواقعنا اللي هو كان حلو، والربيع بيعطي ربيع وبيعطي أمل في حياتنا هاي الأشياء كلها. إحنا الحمد لله منغني، بس يعني باب دورنا، باب دورنا مش مثل زمان بكينا جمعات نمشي في الشوارع ونمشي في السكاكات ونطلب. اليوم يعني مثلا أنا وجاراتي بنقول يا رب تسقينا الغيث، يا رب تعطينا المطر، يا رب ما تأخذنا بعروة العاصيين، يا رب يا رب. بنطلب من ربنا ينطينا المطر من شان الزرع، من شان الزيتون، من شان الشجر، من شان الأطفال. يا ربي تشتي عالهيش، يا ربي تشتي عالهيش، هنا حسنا قص الشاليش، نحسنا قص الشاليش، نحسنا قص الشاليش، نحسنا قص الشاليش. أنا من المناسبات اللي بتصير حوالينا المحيط اللي عنا، أمي، عمتي، خالتي، منسيبتي، جارتي، بنحضر المناسبات وبنحفظ وبنعلم بعضنا. حمادي عظيمي ومحمودي عيني ومحمودي رد الحمل كانوا مايل. صرنا معنيين انه هذا الجيل بناتنا واولادنا والشباب الجداد انهم يحفظوا هذا التراث ويهتموا فيه ويوصلوه مشان يعني يصير سلسله متواصله انه ما يندثر.